وصلتي؟ ترجع انت والله وليش ميتك؟ يا ايه ايه ولا وين وحدك بعدك؟ ما عندك يا رتيب يا رتيب يا رتيب ليش ما عندك يا رتيب؟ في هذه الحلقة غادي نفتحوا الباب على ملف بعنوان حين لبس الملك جلباب فقيه محاضر. بزاف ما كيعرفوش أن الملك الحسن الثاني الذي أبدع الدروس الحسنية ما اكتفاش بأخذ الكلمة فيها ولا مجادلة بعض العلماء في دروسهم، بل من بلاصته المقابلة المنبر الخطيب بحضور أركان الدولة وعلماء من العالم الإسلامي وسفراء الدول الإسلامية ألقى درسين كاملين 1966 و1978، والدرس ما كانش ديني محض، أي درس وعظ وإرشاد، ولكن كانت عنده حمولة سياسية ما خباهاش الحسن الثاني من اللي قال في أحد الدرسين إن أحسن نظام للحكم هو الملكية الدستورية أو الجمهورية البرلمانية. 25 دجنبير 1966 فاجئ الراحل الحسن الثاني العلماء من اللي قدم درس ديني انطلاقا من الحديث النبوي من رأى منكم منكرا فليغيره، وخلافا لملقي الدروس الحسنية من العلماء والفقهاء ما قدمش الحسن الثاني الدرس من الكرسي المخصص لذلك، وإنما قدموه وجالس أمام الحضور في مكانه المعتاد مفترشا الأرض. وكان الحديث النبوي الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره موضوع أكثر من درس من الدروس الحسنية في عهد الملك الراحل، لكن الدرس دياله انفارد بشكل واضح عن باقي الدروس، وقدم الحسن الثاني تفسير ما سبقوش ليه شي حد، وهذا التفسير أثار جدال بينه وبين الشيخ يوسف القرضاوي اللي ما وافقوش الرأي، وقال الملك الراحل بأنه غيفسر الحديث المذكور ماشي تفسير فقهي أو تفسير علماء الحديث، وقال لازلت طالب علم وتلميذ لكم، ولكن غادي نحاول نفسره على ضوء السياسة الاجتماعية وعلى ضوء فصل السلط وتنظيمها، وذلك شغلي فأهل مكة أدرى بشعابها. وفكك الملك الراحل حديث الأجزاء، فسر كل جزء منه، وقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش من رأى منكم منكرا فليغيره فقط، لأن قول هذا الشيء غيفتح الباب أمام الفوضى والاقتتال، بل حدد مراتب هاد الشيء وقال بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال أن لفظ الرؤية ما كيفيتش المشاهدة بالعين فقط، بل لابد من الحكمة، واستشهد بالخضر وبالنبي موسى عليه السلام من اللي شاف سيدنا موسى الخضر كيغرق السفينة وكيقتل الغلام وكيعيد بناء الجدار، وفهم الأمور بحسب ما شاف قبل ما يشرح ليه الخضر، من بعد أن اللي شافه وظنه منكر هو أفعال حسنة. وافتتح الراحل الحسن الثاني الدرس قائلا وقد أجهدت نفسي باش ما نرجعش المرجع وما نطالعش كتاب أو تفسير أو تأويل حتى يكون حديثي بمثابة امتحان ماشي لي فحسب ولكن لجيلي، وأضاف إلى وفقنا الله سبحانه وتعالى يمكننا نقوله أن الجيل ديالنا رغم ضيق علمه وعدم اتساع اطلاعه ومعرفته بالاجتهاد ومقارناته يمكن ليه يعرف ولو شوية من الديانة الإسلامية والسنة النبوية، وإلى ما توفقناش احنا غيكون حافز للسعي وراء العلم ونعاشروا أهل العلم ونجلسوهم. وحاول الملك تفسير الحديث ماشي تفسير فقهي أو تفسير علماء الحديث، وإنما على ضوء السياسة الاجتماعية وفصل السلط وتنظيمها، وتناول الجانب التنظيمي والإجرائي في هذا الحديث من وجهة نظره، وأنه كاين تحديد لفصل السلط
فليغيره بيده. وقال: سيري أنا شخصيا بكل تواضع بيده، بمعنى السلطة اللي أعطاه الله، أي الحاكم بكيفية شرعية، ثم كاين المشرع في الحكومة والإدارة، بمعنى إلا كانت عندك أيها الإمام أو الملك أو الرئيس هذه السلطة شريعية وشفتي إما ببصرك أو ببصيرتك أو بلسانك بمعنى المخبرين. والحقيقة أن اليوم الرسائل يمكن توصل بسرعة عبر اللسان والهاتف أو التليفون والراديو إلا شفتي هذا المنكر أو شافوا اللي كينوب عليك وعرفتيه وما غيرتيش، غادي تكون ديك الساعة مذنب مجرم بالنسبة إلى الله أولا وبالنسبة للمجتمع اللي جعلك الله عليه قيم وراعي ومسؤول. فنظر الراحل الحسن الثاني، تغيير باليد هو من اختصاص القيمين على الأمور وكيدخل في نطاق مفهوم الدولة وحاكم البلاد والوزراء والعمال والولاة والقياد والقضاة والموظفين السامين والمسؤولين. أما تغيير المرتر باللسان، قال الملك الراحل: اللسان هنا الإخبار أو الكتابة، سيكتب العامل الإقليم أو الوالي المدينة أو القاضي القرية يكتب لهم ويوقع داك الشيء اللي كتبوا أو يبلغه بالهاتف، وهو لسان المنكر اللي شافوا، ويمكن للقائمين على هذا الشيء يغيروا المنكر. أما تغيير المنكر بالقلب، فقال الملك: فإن لم يستطع فبقلبه. ما معنى القلب؟ ما كان أعتقدش أن النبي صلى الله عليه وسلم من اللي قال بقلبه قصد القلب، حيث ماشي من شيء من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عبقرية الإسلام أننا نطاوي ونكون بحل الرهبان نتعبدو ونستغفروا لغيرنا، بل حتى في قلبي بغى بهذا الشيء عملية إيجابية وحركة، بمعنى بخلقه في نظري بسيرتي، ويكون مواطن صالح، موظف نقي، رجل نزيه في الأمانة دياله، رب أسرة ما كيديرش أي منكر ولا أي فاحشة بكيفية عامة. وأضاف الملك: كان في إمكان الله سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء والملم بكل شيء أن يأتينا صحبة كتابه وقرآنه بلائحة منشور فيها تعداد ما هو حرام وما هو حلال، كما تتكون منشورة الجمارك أو منشورة الضرائب، هذا منشور الحلال وهذا منشور الحرام، لكن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن تكون الديانة الإسلامية ديانة تكريم العقل البشري، ديانة تجعل من المسلم رجل مسؤول على أعماله، مسؤول على نياته، أعطاه الله فكر وأعطاه عقل، وما كانش الديانة بمثابة حاجز. وفي ختام الدرس قال الملك الراحل اللي لبس جبة فقيه لأول مرة: أرجو الله سبحانه وتعالى ما نكونش خطأت أو جازفت في تفسيراتي، أرجو الله ما يشوفش في مشاركتي إياكم في هذه المحاضرات والدروس الدينية إلا تعبير صادق على داكشي اللي قلدني سبحانه وتعالى من حفظ لأمانة المسلمين، الأمانة الدينية والروحية. فلا يعقل يكون إنسان كيميز بين الصالح والطالح وبين الحلال والحرام، يكون يميز هذا التمييز ملقب أمير المؤمنين بلا ما يظهر ولو القدر ليسير من داكشي اللي عطاه الله من فهم وما وهبه من تعلق قبل كل شيء بكتاب الله وسنة رسوله. وبهذه المعطيات غادي ننهيو هذه الحلقة، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.